إن هذه الجريمة لا تفد في عضد المقاومة ولا في حركة حماس، لأن حماس قدمت خيرة شهدائها وفي مقدمتهم مؤسسها، واستمرت في مسيرة المقاومة حتى أنجزت هذا الإنجاز العظيم طوفان الأقصى، وستستمر بإذن الله تعالى حتى التحرير والعودة بإذن الله. الجهاد والمقاومة لا يخلو من أن يدفع لأي إنسان يمشي في هذا الطريق الثمن، وهذا مطلب ورجاء كل مقاوم يمشي في هذا الطريق. إنما دفع أو رد سيتركه لخيار المقاومة، وهو إن شاء الله سيكون رد قاسي وبحجم هذه الجريمة النكراء التي يتمتع بها العدو الصهيوني بكل ما أوتي من قوة ومن يدعمه.